حولوا تأكيدات الأنبياء على الاعتقاد بالله. لماذا؟ لأن الاعتقاد بالله إذا حصل الإنسان يستقيم في حياته، والاعتقاد بالله إذا ما حصل الإنسان لا يكون مستقيما في حياته. القانون يقتضي أن الإنسان الذي أجرم يعاقبه الدولة، لكن هل القانون يرى الإنسان في خلواته؟ أبدا. كل مكانك شرطة ما هو أبدا، وإنما الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يزرع في باطن الإنسان رقابة دائمة، فيستقيم لسان الإنسان، يستقيم أذن الإنسان، يستقيم يد الإنسان، رجل الإنسان، فكر الإنسان، لأن في داخله رقيب. هذا من ناحية. زين، المنفذون للقوانين هؤلاء إذا مو مربوطين بالله هل يخافون أحدا؟ لنفرض أن الإنسان العادي يخاف إذا تعدى على أحد، يخاف من السلطة، لكن السلطة لمن تخاف؟ السلطة إذا لم تكن مربوطة بالله، ولم تكن خائفة من الله، ولم تكن معتقدة بالله، هل يمنعها شيء؟ أبدا. الأنبياء كلهم يؤكدون على ضرورة الاعتقاد بالله. هذا أول كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلح. لا إله إلا الله، إله رقيب حسيب محيط سميع بصير مدرك مهلك معز مذل. اعتقدت بهذا الإله أنت مستقيم، أنت تخافه. ما تلقت بهذا الإله متخاف من أي شيء. ولذا إذا تلاحظ في قوائم المجرمين هؤلاء كلهم إما ما يعتقدون بالله أو اعتقادهم بالله اعتقاد سطحي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر النمرود والشعب بالله، قال بل ربكم رب السماوات والأرض. هذا إله نمرود وإله الشعب وإله كل من في الكون.